كل سنة وحضراتكم طيبين، ودخلنا النص التاني من رمضان. النص التاني من رمضان يبقى لازم نجهز الكحك والغريبة والبسكوت. فالتلات اربع حلقات اللي جايين ان شاء الله في اكل زمان هنعمل لكم الغريبة والكحك والحاجات الحلوة بتاعت العيد، علشان بدل ما تشتروها تعملوها عندكم في البيت. طيب النهاردة هنبتدي بكحك العيد، هنقول مقادير كحك العيد وهنقول مقادير العجمية وبيتعملوا ازاي بالتفاصيل. ركزوا معايا ارجوكوا. نبتدي بالكحك. هنقول مقادير الكحك. هنجيب 1 كيلو دقيق بلدي و2.5 كوباية سمنة وقطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل، 1 معلقة سكر سنترافيش أو سكر يعني، 1 معلقة صغيرة من ريحة الكحك، و1 كوباية مية دافية للعجن، وربع معلقة صغيرة ملح، وعجمية وسمسم. يلا نقوله كمان مرة. يبقى كيلو دقيق بلدي، 2.5 كوباية سمنة، قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل، معلقة سكر ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك، و1 كوباية مية دافية، وربع معلقة صغيرة ملح، وعجمية وسمسم. مقادير العجمية. طب قبل ما اقول لكم مقادير العجمية، تعالوا نقول الكحك بيتعمل ازاي وبعدين نقول العجمية بمقاديرها. يلا الكحك بقى. هننقل الدقيق وريحة الكحك وذرة الملح مع بعض ونحطهم في اناء يكون نضيف فلة، ونرش فوقهم السمسم. هنقدح السمنة كويس قوي ونشيلها من على النار ونحطها فورا وهي بتغلي كده على الدقيق، ونقلبه بكبشة لغاية لما تهدى حرارته شوية. بعد كده لما نقدر نلمسه لازم نبس الكحك ده او العجينة دي بالايد يدويا. هندعك بعد كده الخميرة مع معلقة السكر لغاية لما تسيل، ونحط عليها المية الدافية مع لت العجينة جيدا لغاية لما تكون عجينة تقريبا يابسة نوعا ما، ونسيب كل الكلام ده يتخمر. هنكور العجينة كور متساوية صغيرة، وكل واحدة هنحط فيها مقدار من العجمية. هنقفلها طبعا، هنقفل العجمية جوة عجينة الكحك ونبطط الكلام ده وننقشه. ممكن ننقشه على فكرة بشوكة او اي حاجة، ونحطه في الفرن لغاية لما يستوي، وبعد كده لما يطلع نحط عليه السكر البودرة عند التقديم. طب تعالوا بقى نقول مقادير العجمية بتتعمل ازاي. العجمية هنجيب 3 معالق كبار سمنة، ومعلقتين كبيرة دقيق، وفنجان عسل أبيض، ونص معلقة صغيرة بهار كحك، ومعلقة صغيرة سمسم يكون متحمص. يبقى العجمية 3 معالق كبار سمنة، 2 معلقة كبيرة دقيق، فنجان عسل أبيض، نص معلقة صغيرة بهار كحك، ومعلقة صغيرة سمسم يكون محمص. هنعملها ازاي بقى؟ هنقدح السمنة ونحط عليها دقيق وريحة الكحك لغاية لما الدقيق لونه يصفر. هنضيف بعد كده السمسم ونقلب ونشيل كل الكلام ده من على النار. هنضيف العسل تدريجيا ونقلب كويس قوي، وبعدين نحط الكلام ده كله مع بعضه على النار وتقليب مستمر لغاية لما كل الكلام ده يتخلط مع بعض ويعمل قوام. ازاي نعرف ان هو كده خلاص استوى واتظبط؟ هناخد جزء منه من هو على النار ونبتدي نعمله على شكل كورة. لو فضل محتفظ بشكل الكورة وملزقش في صوابع الايد يبقى كده مظبوط، نشيله من على النار كده هو استوى. فبقى من على النار ونسيبه يبرد ونحطه حشوة الكحك. ده الكحك اللي بالعجمية، احلى كحك في الدنيا. وبدل ما تشتروه جاهز اعملوه في البيت، واعزموا على جيرانكو وعلى الاسرة، وخلوا اطفالكم يشتركوا معاكم في عمل كحك العيد. وبالف هنا وشفا، ونلتقي ان شاء الله بكرة واكلة من اكلات زمان على نجوم افام.